مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة ومبسوطة أن أكون معكم بحصة جديدة. تعرفوا أنه الماثماتيكس الرياضيات كتير مفيدة لحياتنا ومنستعملها بحياتنا اليومية، يعني في كتير أمور من رح نتذكر أنه نحن تعلمناها بالرياضيات لما تصادفنا بحياتنا اليومية. مثلاً اليوم رح أعلمكن كيف منحط الشريط بقلب الحذاء. تعرفوا أنه هيدا شيء في له أصول؟ لما نحن بدنا نحط الشريط بقلب الحذاء ما منجي منحطه هيك بشكل عشوائي، لا، في له طريقة، ممكن يكون في أكثر من طريقة، بس أنا رح أعلمكن واحدة من الطرق. بعدين رح قلكن شو بيتعلق هيدا الموضوع بالرياضيات، أوكي؟ اللي نحن لازم نعمله، لازم نفوت الشريط من أول وحدة هون بهذا الشكل وناخدها على آخر وحدة فوق، أوكي؟ لكن من أول فتحة من اليمين نوصلها بآخر فتحة من اليسار، وبعدين منفوتها بأول وحدة ومنبلش نعمل باترن بهذا الشكل، منصير نفوتها بكل وحدة ورا التانية. كمان منعيد منكرر نفس الشيء على كل الفتحات الموجودة. شوفوا كيف عم بيصيروا مثل بعضهم، عم نكرر نفس الشيء عدة مرات، منفوتها من الفتحة التالية، كمان بهيدا الشكل، وبصير جاهز لحتى لما نلبس هيدا الحذاء نقدر نربطه مع بعضه ويسكر على اجرنا، اوكي؟ بهيدي الطريقة أنا بكون عملت باترن، نمط رح ارجع اكررها هون. فإذا الشريط من أول وحدة لآخر وحدة وبعدين ببلش فوته بهذا الشكل. ورا بعضن عم كرر نفس الخطوة عدة مرات، منسميها نمط باترن. بس هيدا الباترن عم يتطور، يعني عم يتكرر نفسه بس عم بيكمل شيء أنا رح استعمله. بهيدا الشكل كمان بكون كملت الباترن بالفردة التانية من الحذاء، وبقدر كمان ألبسه بإجري. هلأ هيدا صغير على إجري ما فيني ألبسه، بس كل واحد بجيب بوت حذاء مناسب لرقم إجره وبيلبسه وبيسكره بهيدا الطريقة. شفتوا كيف؟ هيدا منسميه باترن، يعني نمط. أكيد أنتوا تذكرتوا هيدا الكلمة يلي كتير استخدمناها من قبل، بس اليوم رح نكون عم نشوف كيف هيدا النمط منشوفه بحياتنا اليومية وبكون عم يتطور وعم نكرره ونطبقه، يعني هو شيء كتير كتير مهم لازم نكون بنعرفه ومتمكنين منه. كرمال هيك اليوم بحصتنا رح يكون في عنا كتير أمثلة تانية بالفقرات اللي جاية، بدي اياكم تنتبهوا لها وتكونوا مستعدين لحتى نشوفها سوا. خليكم معنا. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers.
The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get plus one when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. رح نشوف مع بعض بعض الأنماط يلي نحن بنشوفها بحياتنا اليومية. يعني مثلا تعرفوا أنه نحن نهارنا كيف بيبدأ وكيف بيكمل وكيف بينتهي هو نمط بيتكرر بمعظم الأحيان. يعني ممكن يكون في شي نهار مثلا يتغير إذا كان عنا شي رحلة أو إذا كان عنا شي، بس بشكل عام حياتنا اليومية هي بتكون فيها مثل فقرات عم تتكرر كل يوم. مثلا بعطيكم أمثلة، أول ما نصحى أول ما نفيق من النوم الصبح when we wake up دغري شوفوا شو بنعمل. رح تشوفوا هون حدة على الشاشة الأشياء اللي بنعملهم ورا بعض بنكررهم كل يوم. أوكي، بنفرش سنيننا، بنغسل وجهنا، نتروق، نتناول الفطور، نلبس ثيابنا، منجهز حالنا، منروح على المدرسة، منقضي نهار بالمدرسة، بعدين منرجع على البيت بعد الظهر، منقعد فينا من بعد ما ناكل دغري نبلش درس، بعدين منحضر شوية تي في، مناخد دوش، منتحمم، منقرأ ومنطالع بعض الكتب، بعدين ندخل إلى النوم. فإذا هيدا نمط حياة عام بيكون. يمكن أنتوا ما بتروحوا على المدرسة أو يعني بالعكس بوقت المدرسة أنتوا بتكونوا عم تحضروا مدرستي بالبيت، فيكن تحطوا هيدا نمط يتكرر كل يوم. كل يوم بهيدا الوقت نحن منتابع برنامج مدرستي، بعدين منتغدى، بعدين منلعب شوي، بعدين مندرس، منرجع منريجع منكرر الأشياء اللي تعلمناها بمدرستي، نرجع نحضر شوية تي في مثلا شي برنامج منحبه، منطالع قصة أو كتاب، وبعدين منفوت حتى ننام. فإذا في نمط حياة يومي يتكرر كل يوم. كل يوم نحن منفرش سنيننا، كل يوم منغسل وجهنا، كل يوم منتناول الفطور، كل يوم منلبس ثيابنا، إذا رايحين رحلة منلبس ثياب للرحلة، إذا رايحين نتسبح منلبس ثياب للسباحة، إذا في سقعة منلبس ثياب للسقعة، بس نحن كل يوم منجهز حالنا ومنلبس ثيابنا تنطلع من البيت، وبعدين منروح على المطرح اللي نحن رايحين عليه، ومنرجع على البيت، ومندرس، ومنحضر تلفزيون، ومنتحمم، أهم شيء من الأشياء الضرورية اللي نحن بنعملها بحياتنا إنه كل يوم نتحمم ونغسل جسمنا وشعرنا، وبعدين نقرأ أو نطالع، وبعدين نخلد إلى النوم. هيدا منسميه pattern، daily pattern. أنتوا يمكن النمط تبعكم يكون مختلف، يمكن حدا بيروح على المدرسة بعد الظهر، ما في مشكلة، بس كلنا مننام من عشية، مننام المساء، بالليل منكون نايمين، وكلنا لما نصحى منغسل وجهنا ومنفرش سنيننا ومناكل، ما فينا نعيش بلا أكل. فإذا الأكل كمان هو نمط يتكرر في حياتنا كل يوم. أوكي؟ لكن هيدا هو الباترن يلي نحنا أو سايكل منسميه سايكل، يعني شيء عم يتكرر وعم ينعاد دايما، مثل دائرة منرجع مننام بالليل وبنصحى الصبح وبنعمل نفس الأشياء يلي عملناهن قبل، وهيدا الشيء بيكون فعلا عم يتكرر، يعني هو نمط بحياتنا. فكروا معي شو في شيء نمط بعد بيتكرر بحياتنا. فكروا مثلا بأيام الأسبوع، Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday. كلنا بنعرف أنه نحن بخلال أول 5 أيام من الأسبوع منروح فيهم على المدرسة، وباليومين الأخيرين منرتاح. نحن عنا
هيك النمط. يمكن انتو عندكم في ايام بترتاحوا فيها بنص الاسبوع، يمكن يكون باول الاسبوع، ولكن نعرف انه في يومين بالاسبوع نحن بنرتاح فيهم دايما نفسهم، مش مره مانداي منغيب، مره وينزداي منغيب، لا، في نمط معين باترن يلي هو ثابت، سايكل بيتكرر وبينعاد بحسب ما يمكن الظروف. بس يعني مثلا اذا انا اليوم كان عندي رحله بتكون هيدي مره، هيدي استثناء، حاله استثنائيه، ولكن النمط انه انا يوم الثلاثاء دائما بكون بالمدرسه، يوم الاربعاء دائما بكون عندي صف رياضه. شوفوا عندكم الجدول تتعرفوا هل نمط كمان يلي هو يتكرر يوميا واسبوعيا، تتشوفوا كمان شو هن النشاطات يلي هي كمان بتشكل نمط بحياتنا. بعد في نمط، تعالوا نفكر، في كثير انماط بحياتنا اليوميه تتكرر وبتصير مثل سايكل بنسميه، يعني يتكرر مثل دائره ترجع بتعيد نفسها بتعيد نفسها دائما. مثلا الفصول، the four seasons، بينعادوا بيتكرروا دائما، بيجي الشتاء بعدين بيجي الربيع بعدين بيجي الصيف بعدين بيجي الخريف، بيرجع بيعيدوا عن جديد، نرجع على الدائرة على السايكل، شتاء ربيع صيف خريف، شتاء ربيع صيف خريف. وبالتالي هيدول السيزنز كمان بيعملوا نمط بحياتنا، لكن السايكلز والباترنز بحياتنا كتير مهمين، نحنا بحاجة لألن حتى نعيش، بيتطوروا وبيتغيروا شوي ولكن بيضلوا يتكرروا نفسهم بشكل دوري بشكل دوري. خليكن هلأ متابعين معنا لنشوف أمثلة أكتر عن الباترنز بحياتنا اليومية ونتعلم عنهم كمان أكتر. وهلأ رح نتابع مع تمرين على اللوح بيتعلق بالأنماط باترنز اللي كنا عم نحكي عنهم. I see many flowers in my garden، يعني أنا بشوف عدة أزهار في حديقتي. The first is red، الأولى لونها أحمر. The second is yellow، تانية لونها أصفر. The third is purple، تالتة لونها purple بنفسجي. خلينا نرسمهم. The first is red. The second is yellow. And the third is purple. إذا عم نكررون عم يسألونا what color will be the fifth؟ الخامسة شو بيكون لونها؟ The seventh and the tenth. خلينا نكمل فإذن بهيدا النمط. النمط هو إنه نكرر نفس الشيء، يعني red yellow purple، red yellow purple، red yellow purple، red yellow purple. فيني كمل بعد قد ما بدي، فيني ارجع عيد. red yellow purple. تيخلص السبيس عندي. اوكي، هن السؤال عم بيقولوا لنا اذا بلشنا نعمل الباترن red yellow and purple شو رح يكون لون الخامسه، الورده الخامسه the fifth، والسابعة the seventh، والعاشرة the tenth. اوكي، يعني هيدي 1 2 3 4 5. الفيفث هي بتكون yellow، 6 7 the seventh بتكون red، 8 9 10 والتنث كمان بتكون red. كيف عرفت؟ لانه انا هن قالوا لي اللون تبع اول ثلاث زهرات واكيد هن عم يتكرروا، فاذا كانوا بهيدا اللون
شو رح يكونوا ألوان الزهرات يلي هن رقم 5 ورقم 7 و10 لما نكرر نفس الطريقة؟ يعني red, yellow, purple, red, yellow, purple, red, yellow, purple, red, yellow, purple, red, yellow, purple. بنضل نعيدهم رح نقدر نعرف شو بيكونوا ألوان رقم 5 ورقم 7 ورقم 10، وهيدا بنسميه pattern. كمان هون in my kitchen بالمطبخ عندي I see on the wall بشوف على الحيط different squares مربعات مختلفة عديدة. The first is blue، الأول هو أزرق. The second is green، والثاني هو أخضر. And the third is pink، والثالث هو زهري. سؤال هو what color will the 20th be؟ What color will the 20th be؟ يعني رقم 20 the 20th شو بيكون لونه؟ لازم كمل ليصيروا 20، بس لازم كرر هيدا النمط، يعني بلو جرين بينك، بلو جرين بينك، بلو جرين بينك. بنضل نكرره بلو جرين بينك، بلو جرين بينك. شفتوا ليش؟ لانه هو نمط باترن، يعني عم يتكرر دائما نفس الشيء، بلو جرين بينك، بلو جرين بينك، بلو جرين بينك. اوكي، عملنا هيدا النمط بلو جرين بينك، بلو جرين بينك، بلو جرين بينك، بلو جرين بينك، عم نكرره. اوكي، السؤال هو شو بيكون لونه رقم 20؟ هيدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هيدي ال 20th بيكون لونه green، لكن the 20th will be green. هيدا هو الجواب. شفتوا كيف نقدر نعرف لما نكرر، لما نعيد النمط؟ when we repeat the pattern. في simple patterns، في patterns بيتطوروا، في patterns بيتطبقوا بحياتنا اليومية، في patterns أصعب، بس ال patterns هن بيرفقونا وين ما كان، بيحاوطوا فينا بحياتنا ببيتنا وين ما رحنا. خلينا نبقى ننتبه لهم، وهلأ خلينا نروح سوا مع آخر فقرة بحصتنا. The life cycle. The life cycle of a butterfly makes a pattern. Let us see how it starts and how it ends. Egg, caterpillar, chrysalis, adult emerges, adult. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا، ونحن اليوم عم نحكي عن الباترنز. رح نكون عم نطبق هيدا الباترن على ورقة، نصنع منها شكل حلو. تعرفوا انه فينا نعمل اشكال كتير حلوة بالورق، وخاصة اذا عملنا عليها باترن. هيدا الورقة رح اطويها بالنص، رح ارجع اطويها مرة تانية، كمان رح اطويها مرة ثالثة، بس بهيدا الشكل هالمرة، مش رح اطويها بالنص، رح اطوي هيدا بهيدا الشكل.
وبعدين رح أعمل باترن بالمقص. أكيد بدي شجعكم إنه تستعينوا بحدا كبير قبل ما تستعملوا المقص، لأنه ممكن إنه يأذي لكم إيدكم. ورح قص مرة لفوق مرة لتحت، مرة لفوق مرة لتحت، مرة لفوق مرة لتحت، كمان لفوق. عم بعمل باترن مرة لتحت. اوكي، بيصير عندي هيدا الشيء. بعدين كمان رح استعمل المقص لحتى اعمل باترن من هون. رح اعمل نصف دائرة كبيرة ونصف دائرة صغيرة، نصف دائرة كبيرة ونصف دائرة صغيرة. رح أعمل كمان باترن هون، بعمل مستطيل بقصه هيك، بعدين واحد أقصر، بعدين واحد أقصر. وبعدين ساعتها بفتح هيدي الورقة اللي أنا كنت قصيتها وبصير عندي أشكال حلوة كتير، باترنز أنا عملتهم بالمقص. إذا أنتوا حبيتوا يمكن تعملوا غير أشكال، إذا جبتوا ورقة تانية وطويتوها مثل ما أنا طويتها بس عملتوا غير أشكال، كمان رح يطلع لكم أنماط كتير حلوة. نجرب وحدة تانية مثلا، فيكن تطووها بهيدا الشكل، كمان تطووها مرة تانية، كمان عم نطويها مرة تالتة. بعدين رح أعمل نمط تاني، رح أعمل مثل هيك تموجات بالمقص يتكرروا هون. رح أعمل مثل مثلثات صغيرة كمان بتتكرر، وهون رح أعمل مثلث كبير مثلث صغير مثلث كبير مثلث صغير. وبعدين رح افتحها ورح لاحظ انه طلع لي اشكال مختلفة عن يلي قصيتها من قبل. ليه؟ لانه انا عملت نمط مختلف، different patterns. شفتوا كيف الانماط فيها تكون عم نشوفها بحياتنا بكتير نواحي وبكتير اشياء وبكتير اماكن كمان. اكيد انتو فيكن تجربوا يلي انتو بتحبوه، فيكن انتو تعملوا الطريقة اللي انتو بتفضلوها لحتى يطلع لكم انماط جديدة بالورق. لكن اليوم بحصتنا حكينا عن الباترنز، وهيدا شيء كتير مهم لازم تعرفوه. اذا كتبتوا الامثلة اللي كتبناها سوا على اللوح بيكون كتير حلو انه ترجعوا لها من وقت لوقت حتى تترسخ باذهانكم. وما تنسوا كمان تعملوا هيدا النشاط يلي هو كتير حلو كمان وبيسلي وبتقدروا تطبقوا فيه الدرس اللي تعلمنا اليوم. هذا كان كل شيء لحصتنا لليوم. بدي ودعكم، بس قبل ما ودعكم بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك، العنوان يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشة يلي هو www.facebook.com، وبتفوتوا على الصفحة اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز، واكيد رح نكون فرحانين انه نقرا مشاركاتكم والاشياء اللي رح تكتبوا لنا اياها. وهلا بودعكم، بلتقي فيكم بحلقة جديدة. باي. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. How many in all?
Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the